الإملاء. أولا أتدرب، أدخل ال على كلمات الجملة التالية وأشكلها: أحب الخضر والفواكه لأنها تقوي الجسم وتبعد المرض. أحب الخضر والفواكه لأنها تقوي الجسم وتبعد المرض. أكتب العبارة المناسبة للصورة كما في المثال: العسل لذيذ، العنب حلو، الكرة صغيرة، العصير مفيد. العسل لذيذ، العنب حلو، الكرة صغيرة، العصير مفيد. ثانيا أتذكر وأكتب ما قالته النحلة لصفية في نهاية الحكاية: خذي هذه القنينة المليئة بالعسل وقدميه لأمك وستشفى إن شاء الله. خذي هذه القنينة المليئة بالعسل وقدميه لأمك وستشفى إن شاء الله.